ألف صحة يا عباس. على قلبك يا خي عادل، على قلبك يا تسلم لي. كيف تتلقى السمكات؟ شو سمكات؟ شايف مقطع بس سمكات؟ بحياتي يا عادل، بحياتي ما أكل هيك. هيدي اللقزة جبتها كانت بعد عم هيك. عم تصفر إيه؟ قديني بوعدك بأكلة سمك؟ أنت اللي بتوعد وأنت اللي بتوفي على الدول. روح كاسك عابس. روح روح روح. بس أنا نطرت يا خي لألاقي سمكة طازة. أستاذ عادل. كيفك أستاذ عادل؟ الله لك إن جيبك. الله لك إن جيبك. لك مين؟ تركني زي عمي. بحبك كتير هلا. بتحبني ولا حبك؟ بحبك عطيني بعوشة. عطيني بعوشة. أبو عبدو. عطيني بعوشة. أبو عبدو. أنت بلغة سيدك وسمكتك وأكلتك بوسك هلا ما عادش مشكلة. عطيني بعوشة. أنا ما ببوسك لأبو عبدو. لا تبوسك حي أنت وياه بسبع روس منيحك. ألف صحة وصحتين، صحة وصحتين. شيل تمك أنت والسين والصيد والحطة وحط تمك هونيك. قل لي أبو عبدو. أستاذ عيد هلا ذكرت شغلي مرة بعتني هيدا تبع السادس على سوق السمك لجيب له سمكات. يا خي عم تطنطي. جبت لك لا في الدين سمك يا أستاذ. عملت لك سكرة على العيون. شو جبت لك؟ اللقاز، الصبيديز، السرغوس، السلطان إبراهيم، ما خليت الشي وحطيت معه شوية شانكليش. ياه من سكرة طرقت. سكرة كتير قوي. ايه صحتين. ايه بس هذا تبع السيدس عم بيقول انه بدي صف محلك، خليه صف محلك شوية. يا خي ليه بدي يصف محلي؟ ما 100 مرة صرنا حاكين يا أبو عبدو. أعرف صحة وصحة. يا خي فضيله طبعا المحل التاني. مش هذا التاني مسافر؟ ايه المحل التاني. خلاص خليه يصف محله. ايه طيب أنا بس هيك جيت أسلم عليك وأقول لك صحة وصحتين. ايه أهلين أهلين أبو عبدو. ماشي الحال طيبين؟ هذا سلطان إبراهيم أبيع على ليش؟ سلطان إبراهيم هذا. هذا اللقوز. هذا اللقوز. أطيب لقوز. أبيع لك على هذا. إيه كلوب حياتي. لأنه خي عادل مفصفص لي إياه بإيديه وحاطط لي إياه هيك لأنه بيعرفني أنا ضبط عالي الحسن. أنا مفصفص لك إياهم؟ عشان عامل؟ فصفصت ليهم عادي. شنادة لدير والكعكاء على شمعين ولو؟ ولو؟ لا لا. مش أبداً مفصفص لك إياهم يا أستاذ. أنا ما دارتهم. أنا بدايتي قاعدة فصفصت لك إياهم حتى يطلع لك إياهم هام والصحن تاكلهم أنت ما يطلع لك حاسك يا زلمة. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. ليش؟ أنت كيف فصفصتها؟ أنا عندي طريقة بتفصفص كثير هينة، بحط السمكة كلها بتمي كلها سوا وببلش شيل منها الحسكات وحدة ورا الثانية. برجع بحطهم بإيدي هيك، برجع بحط لك إياهم. لك لك بدي بيعهم لشو خبرني يا أستاذ؟ بدي بيعهم طيبين هودي غاليين. لك ما تبيعنش؟ بقهم. ولك عرفنا يا زلمه لك العبا بقلبك انت عندك شو مقريب